ازيكم يا بنات، معاكم وهد، وحشتوني كتير. جايلكم فكره جميله جدا النهارده. هنزيل شعر الجسم باستخدام ورق الكراسه. طبعا لازم يكون كراسه فاضيه او كشكول، عندك اي حاجه بس ما يكونش مكتوب عليها. تكون فاضيه زي ما انتم شايفين كده، ونقطعها بنفس التساوي. تمام، زي ما انتم شايفين كده متساويين. ومعايا سكر، ومعايا بيضه. تمام، الوصفه دي جميله جدا، جميله جميله جميله. انا جربتها قبل ما اعمل فيديو، عجبتني قوي وقلت لازم اعملها معاكم. تمام، دلوقتي احنا هنفصل الصفار عن البياض من البيضه، وارجع لكم تاني، ورجعت لكم تاني يا بنات. بعد ما فصلت الصفار عن البياض، اخدت البياض اهو زي ما انتم شايفينه. تمام، وهاخد 4 معالق من السكر، ويا ريت يكون سكر من الخشن دوت، جميل جدا، بيبقى السكر بخيره بصراحة. يعني هاخد 4 معالق، 2 3 ادي 4، وهاخد حتة عشان خاطر المعلقتين الاخر ما كانوش متساويين. هقلب كويس جدا. تمام، ويستحسن يا ريت تضربوه في الخلاط او المضرب اليدوي او اللي هو المضرب الكهربائي. طبعا ضربته بقى بالشكل دوت زي ما انتوا شايفين كده. بصوا بقى عامل ازاي، وصفة جميلة جدا، هتعجبكم جدا وهتنبهروا من النتيجة. هنطبقها قدامكم عملي بقى. بسم الله الرحمن الرحيم، هنجيب ايد معايا اهيت. شايفين طبعا الشعر باين. تمام، اسف على المنظر بس علشان المصداقية. تمام، هاخد من باطراف صوابعي كده وابدأ على المنطقة اللي فيها شعر، وهوزع كده زي ما انتوا شايفين. طبعا انا بعمل حتة بسيطة بس قدامكم، وانتوا هتجربوا بعد الفيديو ان شاء الله. هنسيبه يجف في 5 دقايق ونرجع تاني مع بعض. تمام، ورجعت تاني يا بنات بعد ما جف شوية وعمل في الشعر كويس، يعني مسك كويس في الشعر. شايفين طبعا هنزيل الشعر بعكس ما هو بيطلع زي ما انتوا عارفين بالسويد. بس الوصفة دي جميلة جدا، يعني الشعر ما بيوجعش قوي وهو بيتشال. جميل بصراحة. شايفين اهو كمية الشعر. بص الورقة فاضية اهيت، ما فيهاش اي حاجة عشان المصداقية يا جماعة. هنزيل الشعر بعكس ما هو بيطلع اهو. في ناس وبنات بتخاف من السويت ووجعه والكلام ده، الوصفة دي هايلة قوي، هايلة هايلة هايلة. بصوا كده، بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا الشعر يا جماعة، والله فكرة جميلة وبسيطة وسهلة. شايفين الشعر؟ بصوا الكمية اهي، 3 اهي. نعمل كمان حتة. انا اصلا مش عارفة اتملك من الايد واشيل كويس بصراحة، علشان انا ماسكة التليفون بايدي. تمام، فبعمل بايد وماسكة التليفون بايد، فالتوازن مش مظبوط معايا. انتوا طبعا هتجربوا وهتشوفوا وهتدعوا لي. بصوا كده بقى، اهو الشعر اهو. كل مرة اول ما تحسي ان الورقة اتملت شعر ارميها واستعملي غيرها على طول. تمام، مينفعش نحط نستعمل الورقة قبل ما يجف، علشان الورقة هتتبل ومفعولها يعني هتدوب الورقه في ايدك يعني. تمام، ولا تقولي لي شمع بقى ولا اي حاجه. جميله جميله جميله. وعلى فكره كنت عامله برضو
فكرة الجوانتي عجبت ناس كتير جدا 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 جدا، وانبهروا بالنتيجة ودعوا لي كتير. تمام، انا والله لحد دلوقتي على فكرة الشعر بيطلع فوق فوق بعضه اهوت في الورقة. انا مش عارفة اتمالك خالص بسبب ماسكة التليفون، خايفة الكاميرا تروح بعيد عن الايد. تمام، بصوا المنظر يعني بجد حاجة أبهرتني أنا شخصيا. جربوها وهتعجبكم جدا.